صباح الخير، بونجور. النهارده هنشتغل في يونيتي سينك اللي هي تاني يونت عندنا في الترم. هنتاخدها دلوقتي من اولها كده، هنشتغل فيها نشوف الكلمات. عندنا انيمي يعني مزدحم، كلمه اليرو تور يعني ذهاب وعوده، فروندر ده فيرب فروندر يعني يركب الباص او يركب اي وسيله مواصلات او معناه ياخذ، اون فاس دو يعني في مواجهة، دمي تغييف يعني نصف تذكرة، وأو يعني أو. في أو اللي عليها أكسون يعني أين، لكن أو ديت يعني أو اللي من غير أكسون. نيجي بعد كده عند الديالوج أو السيجي بتاع الوحدة عندنا بتاعت إنيتي. ده السيجي بتاعها الكومبوزيسيون ما بين فواياجير وجيشتيه، ما بين الفواياجور اللي هو المسافر، شخص مسافر، جوشتيه اللي هو الموظف شباك التذاكر. جو فودري ان بيي بور لو كير سيل فوبلي، عايز تذكره القاهره من فضلك. فقال له اليسان ذهاب فقط، نو الي روتور ذهاب وعوده، بروميير او سكوند كلاس، سكوند كلاس يعني درجه اولى ودرجه ثانيه. فهو رد عليه قال له سكوند كلاس درجه ثانيه. بلون تغيف تذكره كامله، ودمي تغيف ولا نصف تذكرة. قال له بلون تغيف سي كومبيان، تذكرة كاملة بكام؟ 25 ليفر، 25 جنيه. ده بالنسبة للسيجي بتاعنا أو الموضوع بتاعنا بتاع الإنيتي، سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، ديالوج بس. نيجي بعد كده عند السيتواسيون بتاعتنا، المواقف بتاعتنا. تي دوموند أتون أمي كومونتي لا جار، بتسأل صاحبك المحطة شكلها ايه، عاملة ازاي. ايل دي هو هيقول ايه، زي ما احنا متفقين نركز. ايل دي هو اللي هيقول، وتي دي انت اللي هتقول ايه. لا جار اي تانيمي يعني المحطة زحمة، هي دي الإجابة. تونامي تو دوموند، صاحبك بيسألك سو كليا الا جار روتير، اللي موجود في محطة الباص. لا جار روتير يعني محطة أتوبيس أو محطة بص، لكن لا جار العادية اللي هي محطة القطر. تي دي أنت هتقول اليا دي بيس، في أتوبيسات اليا دي بيس. تي دوموند أ تون بير سي كو لو جيشيتيي في، الجيشيتيي بيشتغل إيه؟ بيعمل إيه؟ تون بير دي باباك هيقول إيل فون دي بيي، بيبيع التذاكر. بيي يعني تذكرة زي تكت كده، وبرضه قلنا عليها التكات عادي. كيف لو جيشتيه بيشتغل ايه؟ لو جيشتيه برون لو تران، بيركب القطر. طبعا هتبقى اول واحده ايل بون دي بي ا لا جار. لو جيشتيه دو تو موند بيسالك كال بي تي فو، ايه التذكره اللي انت عايزها. تي دي انت هتقول فو فولي بريمير او سكوند كلاس، جو فو ان بي بريمير كلاس، كو ديزيري فو، هتبقى نمرو بي جو فو ان بي بريمير كلاس، عايز تذكره درجه اولى. تو دوموند او اتون امي او لو جيشيتيه ترافاي، فين بيشتغل موظف التذاكر. ال دي هو هيقول الاجار في المحطه، ولا او رستوران في المطعم، ولا او مارشي في السوق. طبعا الاجار. تو فو ان بي بور لو كير، عايز تذكره للقاهره. تي دي هتقول ايه؟ انت يور بريمير كلاس بور لو كير سيل فوبلي، اول واحده. او كيوسك او جورنو، في كشك، كيوسك يعني كشك، او جورنو بتاع الجرايد. تو ديموند او بوندور، بتسال بتطلب من البائع. ان جورنال، تو دي هتقول له ايه؟ جو فودري لو جورنال الاهرام، ولا جو ترافاي دون زان جورنال، بشتغل في جورنال، ولا جو ني با دو جورنال، ما عنديش جرايد. هتبقى طبعا جو فودري لو جورنال الاهرام. تمام. هنيجي بعد كده عند ليزاتيف دومونستراتيف اللي هي سو وسي وست وسي، اخدناها قبل كده بس هنراجعها مع بعض تاني. مبدئيا كده سو للماسكولين سنجولي، مفرد مذكر، بيجي بعدها مفرد مذكر اللي هي معناها هذا. سي برضو معناها هذا، بالتي واحده كده معناها هذا، بس بيجي بعدها ماسكولين مذكر ويكون سنجولي مفرد، بس بيبتدي بحرف الفويل.
طب في ميناء بيبتدي بحرف فويل؟ لا. طب جمع بيبتدي بحرف فويل؟ لا، هو الماسكولين المذكر بس اللي بيبتدي بحرف فويل والمفرد. طيب الحروف الفويل زي الانجليش بالظبط، هنزود عليهم الاش والاجراك اللي هو الاتش والواي. طيب هنحل مع بعض اول اكزامبل كده مع بعض كده. ام ايجونتي، رجل لطيف. طيب الاش من الحروف المتحركه، يبقى كده هنحط ايه؟ سي اللي بتي واحده. جو شوازي نقط فاليز، فاليز يعني حقيبة سفر، ومؤنث يبقى هنحط ايه؟ ست. ست بتيجي بعدها اللي هي هذه، بيجي بعدها في ميناس انجليزي مفرد مؤنث، وسي بيجي بعدها جمع بنوعين، جمع مذكر او جمع مؤنث اللي هي هؤلاء. اوكي يبقى هنا جو شوازي، انا اخترت ست فاليز، هذه الحقيبة. فواياجور اخرها اس، اهي هتبقى ايه؟ اخرها اس، هتبقى سي. برافو، سي فواياجور برون لوفول، اخذوا الطياره رقم 201. فوندور فون دي جورنو، البائع بيبيع الجرائد، عايز اقول هذا البائع، هتبقى ايه؟ سو. برافو، عشان فوندور ماسكولين سانجلي مفرد مذكر. جو برون بواسون، بواسون مؤنث، هتبقى سيت. برافو، مشروب. بي اخرها اس، سون بريمير كلاس، هتبقى ايه؟ برافو، بريمير كلاس هي درجه اولى، وعندنا هنا بي اخرها اس فهتبقى سي، سي بي اللي هي تذاكر سون بريمير كلاس درجه اولى. ده بالنسبه للديمونستراتيف. هقولها تاني اللي هي الصفات الملكيه، صفات سوري الاشاره. سو هي هذا، بتيجي قبل الماسكولان سينجليه مفرد مذكر. سي هذا برضو، بس بتيجي قبل ماسكولان سينجليه بيكون اوله حرف فويل مفرد مذكر بس، واوله حرف فويل. ست للفيمينا سينجليه مفرد المؤنث، سواء اذا كان بيبتدي بحرف متحرك او لا، مش بتفرق. خلاص سي هؤلاء اللي هي للجمع، برضو جمع مذكر او جمع مؤنث مش بتفرق. تمام، هنا دي دولا ودي ودي ودي، دول حروف جر، حروف جر بستخدمهم، واوقات بيعبروا عن ملكيه الشيء للشيء. يعني مثلا ايه؟ اقول مطعم النادي، اهو المطعم ده ملكيه للايه؟ للنادي. يعني اوقات بيعبروا عن الملكيه لحاجه ثانيه، خلاص ملكيه شيء لشيء. دي للماسكولين سينجلي مفرد مذكر، بيجي بعدها حاجه مفرد مذكر. دولا مفرد مؤنث في ميناس انجليه. دو بتبقى في حطها عادي، دو اي حاجه عاديه، دي للجمع. بصوا سي لو بورتفوي، هتبقى ايه؟ دي محمد، محفظه محمد. ما ميزون الوان، تبقى دو لا دار، ماشي قريب من المحطه. جوفي استاد، انا رايح الاستاد، عايز اقول للقاهره، استاد جي كار عشان القاهره مذكر. ماشي نوسابيتون بري دي كوميرس عشان اخرها اس. جو برون لو بيس دو ليكول، هنا هنا المفروض يبقى في الابوستروف، هي هنا منسيه معلش، دو الابوستروف عشان الايه؟ اولها فويل. بس ده بالنسبة للحروف الجر ديت، وبتستخدم أيضا على إنها تنفع على إنها ملكية شيء لشيء، بننسب شيء لشيء. أوكي؟ طبعا هنا هنصرف الأفعال. وهنا تروف ديكسيون، أوجد سؤال، هو أكتر سؤال دايما بيقف قدامكم هو السؤال ده. لوتران نمرو دو سون سيز، اللي هو القطر رقم 206. يبقى كال تران برون تي، ما هو القطار اللي هتركبه؟ خلاص؟ سيتان جورنال،
ده جورنال، يبقى كاسكسي ما هذا؟ سترام بار الكسندري، القطر ده هيروح على الاسكندريه، يبقى او بار لوتران هيروح فين، او او بار سترام هيرحل فين القطر ده؟ جوبي على كل اون مترو، بروح المدرسه بالمترو. طيب يبقى كومون فاتشي على كل، ازاي بتروح المدرسه؟ لو بيس جرون، الباص كبير، يبقى كومون تي لو بيس، الباص عامل ازاي؟ شكله ايه؟ Nous avons 13 ans، احنا عندنا 13 سنة. يبقى عارفين احنا كلاجاتي اللي هي عندك كم سنة، هنا بقى هنجمعها. كلاج أبيبو، كم عمركم؟ بلون تاريف، تذكرة اللي هي نصف تذكرة كاملة. يبقى كالبيي فرونتي، ايه التذكرة اللي انت هتاخدها؟ او كالبيي اشيتي، او كالبيي فوليفو، ايه التذكرة اللي حضرتك عايزها؟ مون بير سابيل رامي، بابا اسمه رامي، يبقى توم بير والدك كومونتيل سابيل اسمه ايه؟ لو بيس اريف او يتر، الباص هيوصل الساعة 8، يبقى اكالور اريف لو بيس، في أي ساعة هيوصل الباص؟ طبعا لازم أسأل بأكالور طالما عندي ساعة معينة أو وقت معين. ده بالنسبة لتروف لابستيون، دي النمبر احنا عارفينها. نيجي عند كومبليت، كومبليت برضو أكتر الحاجات اللي دايما بتلخبطكم، برضو دايما بقول وبأكد وبحرص جدا على إني لازم أجاوب إجابة لوجيك منطقية وما تبقاش طويلة عشان أعرف أكتبها. إليا دي جورنو شي، في جرائد شي، شي إيه؟ عند مين؟ شي لو مارشون، عند البائع. طيب لا بونك اوفر، البنك بيفتح ويتر مثلا الساعة 8. على جارو تيير اون برون، في محطة الباص بنركب ايه؟ اون برون ايه؟ لوبيس. لوبيشتيه بيشتغل ايه؟ فون دي بيي، بيبيع التذاكر. او مارشي، اون اشيت، ممكن نشتري ايه وايه؟ دي ليجيم اي دي فروي، خضروات وفواكه. سهلة جدا، وبنكتب بالحاجات المنطقية وتكون سهلة علينا في الكتابة، ما تكونش طويلة عشان نعرف نكتبها صح وما نبوظش السبيلنج يعني. في دي فراز بيجيب لك كده كلمتين وانت بتحطهم في جملة، او ممكن يجيب لك كلمة واحدة وتحطها في جملة. اريفي تران، يبقى لو تران اريف او يتر او انيفر، القطر يوصل الساعة 8 او 9 وات ايفر الوقت ايه. برونت وبيس، il prend le bus، هو ركب الباص. choisir و couleur، elle choisit cette couleur، هي اختارت اللون ده. aller و gare، je vais à la gare، voir beaucoup، مثلا à la gare routière je vois beaucoup de marchés de marchands، او je vois beaucoup de voyageurs، شفت كتير من المسافرين. في à la gare routière، في محطة الايه؟ البس، حطيت الباص. فولوار وكيلو، جو فودري مثلا دو كيلو دو رونج، عايز 2 كيلو برتقان. اشيتي بي، جاشيت ان بي. اهم حاجه برضو عندنا عشان نحل الموضوع السؤال ده، لو عندي الفيرب كده زي ما هو بيجي لي الانفينيتيف، انا عشان استخدمه لازم اصرف الفيرب، ما هو مش هينفع اسيب الفيرب الانفينيتيف زي ما هو واقوم احطه في جمله، ما فيش فيرب ابدا يتحط في جمله الانفينيتيف كده. يبقى علشان خاطر لو عندي الفيرب زي ما هو كده على الانفينيتيف في المصدر وقال لي حطه في جمله، يبقى لازم اصرف الفعل واعمل عليه جمله، لازم. زي كده لما بطلب منكم انكم تحطوا افعال اتر وافوار وعليه مثلا تعملوا عليهم جمل، نفس القصه، هتسيبوا الفعل زي ما هو؟ طبعا لا. فاحنا لازم علشان خاطر لما يجيب لنا كلمه زي كده ويقول لك حطها في جمله، اشوف لو كانت فيرب لازم اصرف الفيرب، لازم. لكن في حاله انها مش فيرب، لا عادي عادي خلاص احط الكلمه عادي. تمام، هي طبعا اغلبيتهم تقريبا كلهم افعال، اريفي بروندر شوازير عليه فوار فولوار اشيتي وات ايفر، بقى برضه هو في انهي مجموعه مش هتفرق، انا بصرف الفعل حسب مجموعته وحسب ال يعني حسب مجموعته حسب الضمير الاخر حسب الفعل.
طيب في هنا برضو عندنا شوية هنا سيتواسيون هنحلها مع بعض. لو جيشتي تو دوموند موظف شباك التذاكر بيسألك كال بيي تي في التذكرة اللي انت عاوزها، ال دي هو هيقول، هو اللي هيقول ايه، ان بيي بريمير او سيكوند كلاس ولا ان بيي بلان تغيف ولا جو في ان بيي علي سامبل ولا انا عايز تذكرة ذهاب فقط. هتبقى ان بيي بريمير او سيكوند كلاس عشان هو بيسأل، هو اللي هيسأل. تونامي تو دومونت بوركوا تي فا على جار، صاحبك بيسألك ليه بتروح المحطة، تي دي هتقول له ايه، برافو اول واحدة بور بروندر لو تران ولا لا جار اي بري دو ليكول ولا الفوت عليه على جار ولا لازم اروح المحطة. طبعا اول واحدة بور بروندر لو تران عشان اركب القطر. هنا جار عادية مش لا جار روتيير. ان باسون، باسون يعني احد المرة، حد معدي في الشارع. تو دوموند لليو دو لا جار بيسألك عن مكان المحطة، تجي جو بو فوار ايدي، ممكن جو بو فوز ايدي، ممكن اساعدك بور علي على جار ولا على من فضلك اروح المحطة ازاي ولا تورني اجوش احود شمال. طبعا تبقى اخر واحدة تورني اجوش احود يسار. تو دوموند ان بي انا مين، بتسأل صديق كومونتيل با اليكول ازاي بيروح المدرسة، تجي انت هتقول له ايه، لو تاكسي كوتشير التاكسي بتكلف تكلفة غالية يعني، لكل ابري دو لا ميزون المدرسة قريبة من البيت ولا كومون تي فا اليكول ازاي بتروح المدرسة. طبعا طالما انت اللي بتسأل فتقول له كومون تي فا اليكول ازاي بتروح المدرسة. ده كده بالنسبة للسيتواسيون بتاعتنا، واخدنا الديمونستراتيف حليناها مع بعض اللي هي صفات الإشارة سي وسي وست وسي. أخذنا الحروف الجر وبتعتبر كمان أداة ملكية، بتوصف على إنها أداة ملكية، بتملك بتوصف يعني أو بتنسب شيء لشيء، زي سي لابورت لو بورت في دو مين محمد، هتبقى تذكرة أو سوري محفظة محمد. أوكي دو للماسكولان سينجلي، دو لا للفيمينا، دو الأبوستروف هتبقى لل المفرد يبتدي بحرف فويل، ودي للجمع، دول الأسماء. وحلنا مع بعض الأسئلة، وحلنا مع بعض كمان السيتواسيون اللي في الآخر والسيتواسيون اللي في الأول. ده كده بالنسبة لحاجات الأغلبية، يعني أغلبية الحاجات اللي عندنا في البوكلت. الباقي هنحاول نحله دوفوار، ولو في أي سؤال تفضلوا حضرتك تسألوا دلوقتي. تمام شكرا، أشكركم. Thank you.